إذن مثل ما شفنا في التقرير، طبعا التأكيد على التكاتف المجتمعي والوعي الصحي ضروري لمجابهة الارتفاع في منحنى الوباء عبر حماية النفس بارتداء الكمام وحماية الآخرين عبر التباعد الاجتماعي وتفادي التجمعات. ايش رأيك مناير؟ طبعا أكيد هذا متعلق أيضا نحن نبي نستمر في حياتنا الطبيعية نجيب، لازم احنا نقبل على هذه الخطوة المهمة، فترة التسجيل لتطعيم ضد وباء كورونا، الله يحفظ الجميع. طبعا استمرار الحياة التعايش مع الوباء يتطلب منا أكيد وعي ويعني فكر بطريقة خاصة ان احنا نعزز هذه المناعة المجتمعية، لا سيما في ظل ظهور سلالات جديدة ايضا للفيروس هي النوع المتحور من كورونا. طبعا لحديث اكثر حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو اليوم دكتور عبد الله بهبهاني، طبيب الصحه الوقائيه. صباح الخير دكتور عبد الله. صبحكم الله بالخير اخوي نجيب واختي مناير، وانتم مقدمتكم يعني اختصرت علي الكلام، يعني ذكرتوا الاجراءات الاحترازيه، ذكرتوا اللقاح، ويمكن هذا يمكن الخير ياهيك. احنا مجهزين أسئلة كثيرة حول التطعيم والوباء، ناس كثيرة تبي تعرف تفاصيل عن هذا الموضوع دكتور عبد الله. أول شيء نبي نعرفه، يعني الحين أن مجلس الوزراء شدد الإجراءات ضد يعني الفيروس، التزام اشتراطات، أكيد هناك يعني التزام ومعايير معينة بالاشتراطات الصحية، أهم هذه المعايير الالتزام بالاشتراطات الصحية دكتور عبد الله. نعم، طبعا احنا بالنسبة لنا يعني يمكن أطباء وممارسين في المجال الصحي كنا قاعد طول السنة هذه اللي فاتت قاعد نطالب بضرورة الالتزام، وحتى يعني يمكن الجهات الرسمية والسلطات الصحية ما يعني ما قالت في يوم من الأيام لا الأمور يعني خلاص انتهت والوباء انتهى، لكن أحيانا يزيد الحرص وزيد التشديد مع زيادة يعني الموجة، ارتفاع الموجة الوبائية وزيادة حالات، وهذا شيء طبيعي. يمكن الإجراءات الأخيرة لاحظنا أن فيها نوع من الصرامة وهذه مطلوبة ونتمنى أن الكل يتفهمها. يمكن واحدة من الأمور يعني القانون موجود لكن تجديد في تطبيقه عن طريق الجولات التفقدية والرقابية، يمكن إغلاق بعض الأماكن اللي يعتقد أنها تكون سبب في نقل الحالات، خصوصا فئة الشباب، وهذا مثبت عالميا فئة الشباب هي الناقل الفائق اللي تنقل معظم الحالات ما بين 20 إلى يمكن 45 سنة، مثل ما احنا نشوف معظم الحالات. يعني الآن بعض الفعاليات الرياضية الآن يمكن سمعنا أنه ممكن تكون يعني أو شيء إيقاف مؤقت بعدين من غير جمهور، ويعني أشوفه يعني يمكن قرار صائب وسليم. يمكن هذا المجمل هني ركز على التجمعات الكبرى، ضرورة التشديد على رقابتها. يمكن الإجراءات الحكومية ترى مو كافية، يتطلب رقابة ذاتية ووعي مجتمعي، يعني المسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية وبين الفرد وبين منظمات ومؤسسات المجتمع. نعم دكتور عبد الله، يمكن في كلمة قلناها في المقدمة اللي هي التعايش مع الوباء نفسه، ألا تعتقد أن هذا الأمر يمكن خلى هناك في بعض التراخي لدى بعض الناس أنه يقول لك فلان حاشة وفلان حاشة، وحتى لو حاشنا بس الحمد لله رب العالمين ما يعني ما فقدوا أحد من أهلهم أو أنهم ما تعبوا، ففي المقابل يطلع ويدخل على كيفه. مثل ما قلت لابد من وجود رقابة ذاتية لهذا الشخص. التعايش مع الوباء إيش كثر أثر في زيادة الأعداد؟ نعم، احنا كنا نطرح مفهوم التعايش مع الوباء، التعايش اني اكيف نفسي واغير من بعض عاداتي الصحيه والاجتماعيه بحيث ان يعني اقدر امارس انشطتي وامارس حياتي ما اوقفها، بالمقابل بحدود معينه احمي نفسي. وظل احمي نفسي، مثلا اقدر انا يعني يمكن ازور مثلا اهلي المقربين لكن بدون مشاركة وجبات، مع لبس الكمام، مع حفاظ على المسافة الآمنة، موجود تهوية جيدة. هذه تقريبا كمثال مختصر. الناس لا فهمت التعايش أنه لا أنا أرد مرة ثانية وهذا الفيروس مو خطير، والحالات لما نزلت يمكن البعض فهمها بشكل يعني خاطئ، البعض للأسف يعني حفلات زفاف نسمع عنها، تجمعات يعني دواوين وما إلى ذلك، حتى البعض قام يسافر لأغراض غير ضرورية رغم أن هناك كانت يعني نصائح وتحذيرات مستمرة بضرورة تجنب السفر إلا للضرورة. أنا يعني كذا مرة قلناها، والله واحد بيسافر حق علاج وما يحتمل التأجيل ومو موجود بالكويت، هذا أمر يعني صحيح، هذا أمر ضروري، دراسة وسفر آخر لغرض ضروري يعني ومهم وملح. أما أن يسافر للسياحة مثلا أو لأمر آخر أنا أشوفه يعني، وبالفعل في ناس راحوا ووقعوا في مطب أن راحوا وبعدين لغت الحجوزات وأصبحوا في مشكلة وما أو تعرضوا للإصابة.
كل اللي راحوا لها وما الى ذلك. فهم يعني لازلنا الى الان نحرص على هالامر زائد تفادي التجمعات الكبيره اللي ما لها يعني ضروره. نعم. الحين دكتور يعني بعد دخلنا في مرحله ثانيه وموجه ثانيه بان هناك ايضا سلالات متحوره من الفيروس، و في هناك خوف من الناس بأن دخل هذا الفيروس الجديد، وأيضا تذكرت قبل قليل بأن التجمعات الكثيرة وأيضا فئة الشباب هي الأكثر عرضة بأنها تلقط الفيروس. برأيك دكتور يعني من وين قاعد يلقطون الفيروس إذا إحنا قاعد نلتزم بالاشتراطات؟ في وايد ناس يقولوا إحنا ما نتجمع ما هذا، بس قاعدين، بس أين أكثر الأماكن يعني تكون فيها الفيروس منتشر بطريقة كبيرة؟ أول شيء يمكن ذكرت قضية التحورات، بالفعل في تحورات عديدة يعني، ويعني يمكن أهمها السلالة في بريطانيا اللي هي يعني أثبتت أنها أسرع انتشارا وبنفس الوقت بدأت تتسيد، بدأت تصير هي المتسيدة معظم الحالات في بريطانيا. فممكن إذا في حالة وصولها أن تبدأ، مو بس أنها توصل، أن تكون هي تطغى على التحورات الأخرى. السلالة الجنوبافريقية فيها نوع من المقاومة إلى حد ما، فعالية اللقاحات معها أقل وإن كانت لا زالت فاعلة إلى الآن. هني يعني الأماكن المزدحمة يعني نقول هني ماكو شيء اسمه أنت محافظ، أنت هو يعتقد أنه محافظ، لكن لاحظ في ناس تلبس الكمام بطريقة خاطئة، في ناس يمكن الكمام ما يحمي 100%، ظل على تقارب على بنا أنا لابس الكمام يتقارب مع الآخرين بالأسواق بالمجمعات، ينزل الكمام يعني هذا لاحظنا ناس وايد، أو يلمس صحيح. الكمام يلمس الكمام والطبقة الملوثة اللي تكون الأمامية من الكمام وبعدها يأكل أو يحطها على عينه أو ما إلى ذلك. الأماكن اللي فيها تهوية سيئة. القضية هني الدائرة الاجتماعية اللي يقول لك أنا ما أطلع، أنا بس قعدت مع ولد خالتي وطلع مصاب، زين أنت مثلا قريبك قد يكون مخالط ناس آخرين صحيح. فهني عملية تضييق الدائرة الاجتماعية قدر الإمكان، زائد أني حتى الناس القليلين اللي ممكن أقعد معاهم كمثلا 3-4 أعضاء أنا لازم أحط بيني وبينهم فواصل في الأوقات الحالية، بحيث أني ألبس الكمام أحافظ على مسافة آمنة يعني متر ونص إلى مترين، وما أقعد معهم في أماكن مغلقة وسيئة التهوية. يعني هني أنا راح أقلل، يعني نختصرها نتباعد والأفضل لنا ولصحتنا. بس دكتور هل هناك فرق بين السلالات وأنواعها ودرجة خطورتها؟ نعم طبعا الآن الدراسات لا زالت قائمة، ودراسات أولية وتحتاج إلى بير فيو أو ما يعرف بمراجعة الأغراض، لكن الآن المتوقع أن بعضها مثل ما قلنا السلالة البريطانية شديدة الانتشار، عملية أن هي أخطر يعني شراسة أو شدة الأعراض إلى الآن لم تثبت. السلالة المتحورة اللي هي بجنوب أفريقيا لأن تحتوي على طفرة E484K، هاي نفس الطفرة موجودة في السلالة البرازيلية. إلى حد الآن بعض التجارب الكلينيكية على اللقاحات وجدت أنه ممكن تكون الفعالية نوعا ما أقل، لأن الأجسام المضادة اللي انتجت فعالية نسبتها أقل من الطفرة البريطانية. التعامل جيد جدا مع الطفرات البريطانية، مع الجنوب أفريقيا لا زالت هناك فعالية لكن قد تكون بنسبة أقل. والأمر الآخر هني مو معناته أن أنا ما أخذ اللقاح، في ناس قاعد يقولون أنا ما بأخذ اللقاح لأنه والله مو فعال مع الجنوب أفريقية ويقعد كذي من غير حماية. لا، أول شيء أنت ممكن يكون فعال، ما ثبت أنه غير فعال. ثانيا حتى الآن هناك الشركات نفسها الآن قاعد تنتج الجيل الثاني من اللقاح اللي هو فعال على التحورات الجديدة. نعم، وهذه طبيعة فيروس الكورونا اللي هو من الRNA، فيروسات الRNA تحوراتها مستمرة، ممكن ينتج طبعا تحور قد يكون أخطر قد يكون أخف أسرع انتشارا، ولكن اللقاحات الآن واللقاحات التي تطور الآن قادرة على التعامل معها. فالحين نتباعد نلتزم الإجراءات ونبادر لتسجيل لأخذ اللقاح بأسرع وقت ممكن. هذا يمكن الأمور والأسلحة اللي عندنا في مواجهة الفيروس. دكتور عبد الله، هناك لغط حصل في الآونة الأخيرة ويا ريت تأكد لنا على هذه النقطة بالتحديد. هناك من يقول، وهذا يمكن سمعناها في السوشيال ميديا وانتشرت في أماكن كثيرة، اللي هي ارتفاع عدد حالات الإصابات بكورونا بسبب أخذ اللقاح، مدى صحة هذا الأمر؟ يعني حتى الناس أمس يمكن تفاعلت بشكل كبير في السوشيال ميديا.
اي نعم، احنا قاعد نلاحظ بالحديث على السوشيال ميديا، انا اشوف فويس حق يمكن شخص غير معروف ينتقل وينتشر والناس تتفاعل وتتاثر منه. نعم. يمكن اكثر من لما يطلع المتحدث الرسمي باسم الوزاره. هذا النقطه اللي احنا قاعد نتكلم عنها، يعني نطلع متحدث رسمي باسم وزاره الصحه ولا باسم الحكومه، ولكن الناس يعني تصدق الشخص المجهول هذا. اي ما ادري، يمكن هاي طبيعه بشريه، يعني ما ادري، يعني يحتاج علماء الاجتماع يدرسونها. والعالم كلها موجوده على فكره، الناس قاعده تتاثر بالافكار الشاذه والغريبه اكثر من الحقائق العلميه الدامغه. لا طبعا الكلام هذا غير سليم، بدليل ان احنا خلينا ناخذ الولايات المتحده، يعني كان قبل تقريبا شهر يمكن الحالات اليوميه المسجله في امريكا اكثر من 200,000 حاله. نعم. الآن مع تشريع وتيرة اللقاح في أمريكا بالشهر الماضي، وصلت الحالات أمس خلال يوم 15/2 تقريبا 52,000 حالة وكسور، يعني أنت نزلت من فوق 200,000 نسبة، يعني ربع، أكثر من الثلثين. إيه نعم، طبعا مع تجديد اللقاح زائد تجديد الاحترازات اللي صار يعني بالولايات المتحدة قبل شهر. فأنت مع الأمرين، يمكن في البعض اللي ياخذ اللقاح هني يقول والله فلان خذ اللقاح وصار فيه كورونا، ممكن هذا ما هذا اللي لازم ننبه عليها، انك تاخذ اللقاح مو معناته ما تلتزم بالاجراءات بعد اخذ اللقاح. في ناس ياخذون الجرعه الاولى وثاني يوم يطلع بدون كمام والامور طيبه واروح انا خذيت اللقاح. لا، انت تاخذ اللقاح الجرعه الاولى الجرعه الثانيه وتلتزم ايضا بالاجراءات الاحترازيه. طبعا اللقاح يحمي من بنسبه اكبر من الحالات الشديده ودخول العنايه والمستشفى بنسبه كبيره. الى الان لم يثبت انه ممكن ما يلقط الفيروس، فهذا وارد. وفتره الحمايه ايضا قلنا مثل ما قلنا تكون بعض اللقاحات بعد الجرعه الثانيه، يعني هو ياخذ الجرعه الاولى ويمكن ما يمارس حياته. لا، احنا نشدد على ضروره انه يلتزم بالاجراءات حتى بعد الجرعه الثانيه. اي نعم، يعني الى الان الى الوصول الى حاله المناعه المجتمعيه او انه يثبت بما لا يدع مجال للشك بان اللقاح يحمي حتى من مجرد الاصابه بالعدوى. الى الان هذا الامر ما ثبت. الثابت الان بشكل قطعي انه يحمي بنسبه كبيره من التعرض الى المضاعفات الشديده من الاصابه بالفيروس. نعم دكتور، يعني الان قاعد نعيش في فتره ان حالات الاصابه بكوفيد 19 قاعده ترتفع مره ثانيه، دشينا في ويف 2 الموجه الثانيه. هل يعني هذا يسبب خوف وهاجس مرعب بالنسبة للطواقم الطبية، بالنسبة من ناحية إشغال الأسرة في المستشفيات وكذلك أسرة العناية المركزة؟ والله وايد مو شوية، يعني يمكن هذا الهاجس من بداية الأزمة ما يعني كان حتى المصطلح يعني وايد تداولوه عالميا، اللي هو تسطيح المنحنى الوبائي والحفاظ على المنظومة الصحية. لان انا اذا انهارت المنظومه الصحيه حتى الامراض سواء كوفيد او حتى امراض اخرى اللي ممكن انه يعني يتم التعامل معها، ممكن ما راح ياخذ المريض حقه، وممكن تزيد معدلات المضاعفات والوفيات حتى من الامراض القابله للعلاج. يمكن يوم قبل تقريبا اقل من ثلاث اسابيع يوم 21 كان نسبه الاشغال في اشرطه العنايه 44 سرير، الان تضاعفت يعني ضعفين. احنا عدينا ال 140 او 138 امس كان، فنسبه كبيره. انت لما خلال فتره اقل من شهر تزيد بنسبه 200%، يعني ضعفين، هذا يعني رقم يعني مو بسيط، يجب التوقف عنه، يجب اتخاذ اجراءات. وهالاجراءات الصارمه اللي يمكن قاعد نشوفها الحين هي مو وليده فراغ، مو بس عدد الحالات، دخول المستشفى والعنايه، احنا ودنا الحين نقلل، وتزامن هذا مع عدد وفيات، يعني نشوف اليوم 6 7 باليوم حالة وفاة للأسف، ونخاف أن الرقم يكون مرشح للزيادة في حالة عدم الالتزام. لذلك الهدف الآن هو وقف سلسلة انتشار الفيروس عن طريق فرض الإجراءات شوية تكون أكثر تشددا. إلى الآن طبعا ما قرروا أن يوصلون حق الحظر الجزئي أو الحظر الكلي، في مطالبات هنا وهناك، احنا ما نبي نكونها يعني صراحه، هذا ما حد يبي، لان لها تبعات يعني اجتماعيه اقتصاديه وحتى نفسيه وما الى ذلك. يعني بس نبي تكون اذا صار في التزام مجتمعي
ان شاء الله نقدر نحد من هالارتفاع هذا ونوقفه ونوصل الى بعد فيما بعد الى مرحله الانخفاض. هذا يؤكد ضروره اهميه التكاتف المجتمعي مع بعض، الالتزام بالاشتراطات الصحيه، ارتداء الكمامات، التطعيم وايد مهم، التسجيل عبر منصه وزاره الصحه، الان متوفر اللقاح، يعني هذه تكون المناعه المجتمعيه معززه الى نهايه العام ان شاء الله، والله يشفي الجميع ويحمينا من كوفيد 19 ان شاء الله وجميع الاوبئه في العالم. إن شاء الله. كل الشكر لك دكتور عبد الله بهباني طبيب الصحة الوقائية، شكرا جزيلا لك. يعطيك شكرا. إذن مشاهدي الكرام نأخذ هذا الفاصل ومن ثم لنا عودة إن شاء الله.